للخيل مكانة خاصة في نفوس المغاربة، الأمر الذي يشكل فرصة لبعض الصناع التقليديين في إبداع الزينة المرتبطة به والتي تزيده جمالا وأنفا. ومن هذه الصناعات صناعة السروج والبنادق والقفطان الخاص بالفارس، فرغم التطور الحاصل في جل الصناعات التقليدية بدخول المكننة، إلا أن يد الصانع لم تفرط في جوهر هذا التراث وحاولت الإبداع مع الحفاظ على الملامح الفنية الأصيلة لهذه الصناعة بدقة متناهية. لتبقى حلبة التبوريدا هي ذلك الفضاء الذي يجمع بين الزينتين، زينة الفارس بلباسه التقليدي المتكامل وزينة الخيل وجمالية الصنعة وأناقة الفرس، ليعطي مشهدا تراثيا أصيلا. وحسب الصناع فقد يتطلب صناعة سرج تقليدي بمواصفات وجودة عالية شهورا من العمل، قد تصل كلفته لأزيد من 30,000 درهم إذا ما اعتمد الحرير والنقوش التقليدية في صناعته.